يا ميسيو ميسيو، أنا لسه لحد الآن بعد 50 سنة دراسة للفرنساوي مش عارف أفرق بين المذكر والمؤنث. أنت بتدرس الفرنساوي بقالك 50 سنة؟ آه، لحد الآن مش عارف تفرق بين المذكر والمؤنث؟ أيوة. طب أنا ممكن أقولك على طريقة تحللك شوية كتير من المذكر والمؤنث. هقولك طريقة سهلة، في جدول لو حفظته هتعرف حوالي 20% من المذكر والمؤنث، وكده يبقى قللنا عمرك في دراسة الفرنساوي بقى 35 سنة. ايه هو الجدول يا ميسيو؟ تقدر تقول عليه؟ اكتب معايا. جدول صغير هنعمل في الخانة اليمين الكبير الحنون العطوف مؤنث، ما بهزرش. في الشمال هتعمل الصغير اللي عايز رعاية مذكر، برضه ما بهزرش. يا ميسيو انت بتهزر؟ لا والله. تعال نشوف الغابة في الجدول الكبير اللي هو تبع المؤنث، هنكتب فيها الغابة مؤنث اسمها فوري، قصاد الغابة هنكتب الشجر أربر، شجر مذكر. البحر في الايه؟ في المؤنث تبع الحنون تبع العطوف تبع الكبير، البحر مؤنث بس جوه البحر فيه سمك، السمك صغير اسمه بواسون، ده مذكر. تعال نروح للمؤنث تاني، الريف كامبان، الريف مؤنث بس جوه الريف فيه شامب حقل، الحقل مذكر، ده جوه الريف. طب تعال نخش شوية كمان على الفيرم، المزرعة، المزرعة كبيرة مؤنث بس المزرعة فيها حيوان، الحيوان مذكر، أنيمال. طب كلمة أنيه، السنة، السنة مؤنث بس كل الشهور اللي في السنة أصغر من السنة، يبقى مؤنث مذكر زي كلمة مارس. الموسم، كلمة سيزون، موسم أو فصل، ده كبير. طب كل الفصول مذكر، أوديها في الجدول بتاع المذكر زي إيفير، شتاء، إتي، صيف، وهكذا. أيام الأسبوع، كل الأسبوع مؤنث، ده كلمة سومين بس اللي مؤنث، أما كل أيام الأسبوع مذكر زي سامودي، زي لوندي، سبت، الاثنين، أي يوم. كلمة كولير، اللون، كلمة كولير مؤنث، إنما كل الألوان مذكر زي كلمة نوار. فهمت يا حبيبي؟ أنت كده بقالك 35 سنة بس بتدرس فرنساوي. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هخليلك 35 سنة ده هم 10 سنين بتدرس فرنساوي لحد ما تخلص كل المذكر والمؤنث وكل ملاحظات الفرنساوي. أشوفك بخير، سلام.